حكايتنا النهارده حكايه من زمان، حكايه تربينا عليها، جوز الهند متغطي بشوكولاته. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه بنزل في كازارول على النار ب 100 جرام من عسل الجلوكوز، بعد كده بنزل ب 200 جرام من السكر، وبعد كده بنزل ب 25 ملي من الميه عليهم، وابدا اسيب عندي الكلام ده كله يغلي عندي على النار لمده 10 دقائق عشان احصل على كراميل لونه ابيض. بعد 10 دقائق بجيب عندي ظهر معلقتين اتنين وابدا اقيس القوام بتاع الكراميل. في بوله فاضيه بنزل ب 150 جرام من جوز الهند الناعم، واضيف عليهم الكراميل اللي احنا سويناه على النار، واضيف باكو فانيليا، وابدا اقلب كل الخليط ده مع بعض. بعد ما قلبنا كويس الكراميل مع جوز الهند مع باكو الفانيليا، ببدا اجيب اي شكل عندك وابدا ان انا احط فيها جوز الهند. بعد ما بصبنا جوز الهند بالكراميل في الفورمه بسيبها تهدى شويه لمده نص ساعه وابدا اقلبها، ببدا افكها وارصها عندي على شكل. عندي بعد كده نص كيلو من الشوكولاته السايحه على حمام ميه، بضيف عليهم 100 جرام من السوداني المجروش او لوز مجروش. بعد كده بغرق جوز الهند في الشوكولاته زي ما انتم شايفين. بعد ما بردت عندي الشوكولاته ببدا ان انا اقدمها في طبق التقديم وبالهنا والشفا. اتمنى وصفه جوز الهند بالشوكولاته تعجبكم، حكايه زمان. استنونا ان شاء الله في الوصفه الجايه برضو بحكايه. سلام. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.